بالنسبة لأكرم توفيق ومحمد هاني، ايه الفارق الفني اللي ما بينهم؟ بص، هو هي مش فرق فني، هو الفرق الفني دايما دي المدير الفني النهارده، في واحد النهارده بيتمتع في المكان ده. نعم. المكان ده دايما بيحتاج واحد، يا كابتن، بيحتاج واحد النهارده قوي، بيحتاج النهارده واحد عنده روح قتاليه عاليه جدا، عايز واحد النهارده عنده الدور الدفاعي مهم جدا. طبعا. اول واحد النهارده ممكن تحتاجه النهارده ما يتقدمش. يبقى النهارده الدور الدفاعي بتاع النهارده، انا شايف ان اكرم توفيق عنده روح قتاليه عاليه جدا قوي، الدور الدفاعي قوي جدا. وان كان، شوف، ان كان بقى محمد هاني في عنصر السرعه وعنصر الحاجات الصغيره الونتات والحاجات دي، محمد هاني برضه مميز في الحته دي قوي على فكره. جاله وقت كان تشارمنج جدا محمد هاني، لان حصل في مباراه يمكن كان في سوء في التغطيه، الناس اتقلبت عليه يعني. كان المفروض يبقى مغطي من بدري، ولكن محمد هاني برضو من اللعيبه الكويسه على فكره يعني. هي دي مشكله، انه احيانا الجمهور يعني ما بيتحملش اخطاء، وبيكون نتيجه ان هو بيأثر بالسلب الشديد على اللاعب. ولكن محمد هاني من اللعيبه الكويسه جدا. أنا يعني حتى في التلت الهجومي، تلاقيه مؤثر جدا، عنده فرات كويسه. عنده النهارده زي ما قلت لك خش على راس حربة، يقدر يعمل وانتو والحتت دي، وكسر الدنيا في كاس العالم للانديه. لا محمد هاني لعيب كويس زي ما قلت لك، بس هو عايز ترجع له الثقه تاني. ترجع له الثقه تاني، لكن في وجود اكرم توفيق اعتقد اكرم هيبقى هو اللي بيلعب. هو دلوقتي اكرم حتى في الاتحاد المانشستيري، مين اللي لعب النهارده؟ اكرم توفيق بعد فتره الاصابه، والمنتخب كان هو الاختيار الاول لكروش. لا اكرم، يعني انا بالنسبه لي اكرم نمره واحد. ما هو اكرم، انا بقول لك النهارده عنده ميزات كويسه جدا. عنده قوه، عنده ميزات، عنده كوره، وعنده طبيعه النهارده ظهير ايمن قوي، عنده روح قتاليه جدا، عنده توقع كمان في الراجل اللي بيلعب قصاده. الراجل ده مثلا في الجنب الشمال ده بيخش لجوه اللي بيطلع، عنده الحاجات دي كويسه برضه. طبعا اكرم من اللعيبه المميزه. لا ده اكرم طبعا مع المنتخب، لقطات لاكرم مع المنتخب اللي قدامكم دي، ده ماتش انجولا لو تفتكروا، ماتش انجولا. ان اكرم اول ما طلع انا شفته بيلعب في نص الملعب، كنت كان يعني كان فارق قوي مع النادي الاهلي حقيقي. جدا. هو نوعيه احمد فتحي في عز. بالظبط يا كابتن، حضرتك كده بالظبط كده. نفس القماشه والروح. والروح برضو بتاعت احمد فتحي، الروح ونفس الروح. نفس الروح. وعلى فكره، المدير الفني دايما بيحب اللعيب اللي بيلعب في مكانين. طبعا. يعني شوف اكرم كان بيلعب وسط ملعب ديفندر وهايل، لعب باك رايت وهايل. بالظبط. يعني برضو محمد هاني كان بيلعب باك رايت وبيلعب ستوبر. بالظبط. لعب في ماتشات ستوبر. فدايما المدير الفني بيبص دايما للعيب اللي يقدر يوظفه في مكانه ومكانه. يلعب في مكانه.